يعني الطول ديالها فيلاج هو 121 متر. عدد الاجمالي ديال الناس اللي غادي يركبوا هي 168 راكب، هي الطاقه الاستيعابيه ديال كل حافله. الحافلات كيف ما قلت هما مجهزه باعلى يعني الاليات الانترناسيونال، وانتم شفتوا ملي وصلنا يعني الحافله ال سي بونشي باش تجي في لو ميم نيفو مع لا ستاسيون. سي ان دينيفلي، سي ان دينيفلي بور فاسيليتي لا سورتي. وطبعا كاين ممر ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، لان حتى هو يعني فكرنا باش انهم حتى هما يمكن لا شيز غولون تدخل وتهبط في الحافله بطريقه سلسه. وهذا طبعا هو يعني اللي بغيناه اليوم لساكنه مدينه الدار البيضاء، على انهم يطلعوا في هذا البيسوي بكل اريحيه، فيه لو وي في، فيه لا كليماتيزاسيون. يعني واش يتم ربط الحافلات بالترامواي؟ طبعا هذا الشيء اللي قلت، ان الحافلات راها مربوطه بالترامواي، يعني حاولنا نديروا المسار تكمله للترامواي باش يمكن الانسان الا باغي يمشي لولاد عزوز الترامواي ما كيوصلش لتما، وكاين البيسوي غادي يوصل حتى لتما، وبالتالي كيهبط من الترام وكيركب في البيسوي بنفس التذكره. فتذكره وحده كتكون مكمله للاخرى. اليوم ثمن التذكره مازال ما حددناهش، عندنا دراسه اوليه طبعا، ولكن يعني كنساينوا لانتيغوبيرابيليتي باش يمكننا نخدموا هذا الشيء جميع. اللي المهم اليوم هو 40 حافله اللي غادا تجوا لمدينه الدار البيضاء في جوج ديال الشقين، في التراجي الاول وفي التراجي الثاني، وبالتالي غادي تكون واحد خدمه اضافيه جد مهمه لمدينه الدار البيضاء. الا كانوا الاشغال فنحن نتاسف على الاشغال، ولكن انتم كتشوفوا ضروره حتميه، لان اليوم باش تكون عندنا هذه الحافلات مدينه الدار البيضاء اللي ما كايناش في حتى بلاصه، يعني اوروبا بوحدها اللي عندها هذا النوع ديال الحافلات، فاحنا كنعتبروها تقدم جد ايجابي لمدينه الدار البيضاء وللتنقل بصفه عامه بمدينه الدار البيضاء.